السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناتكم البراء شو. طالب في كلية آداب ماشي مع أخته في اسكندرية قدام كلية حقوق. جاء طالب في كلية حقوق راح معاكس أخته قدام الشاب ده، طبعا التاني راح ماسك فيه والتاني راح ضربه بآلة حادة، ومن هنا بدأت الخناقة. جم اتنين يجاملوا، والحرم الجامعي أو الأمن الجامعي اكتفى إن هو يقفل الباب عشان خاطر العركة ما تمتدش لجوه، او حد من الطلاب اللي جوه يتصاب. مفيش حد متكرم او انسانيا يطلع يسلك ما بينهم او حتى يسحب حد يدخله جوه. وفي وسط العركه دي كلها في بنت لها كل الاحترام والتقدير كانت بتمسك الكرسي، بتمسكه قبل ما ينزل على دماغ الراجل اللي كان واقع في الارض. في واحد في مفيش وفيات في الموضوع ده، واحد موجود في المستشفى المير الجامعي وخلاص بيتعالج وطالع، يعني مفيش الحمد لله مفيش وفيات. لكن احنا هنتكلم عن المشكله هنا. احنا الازمة اللي احنا فيها دي ازمة تربية وازمة اخلاق، بقينا بنعاكس اي بنت ماشية في الشارع لفظيا وجسديا، وشوفنا التحرش ومفيش حد بيتعظ. لو احنا بننزل الحلقات بتاعت التحرش او بننزل بدون عرض اللقطات او ان احنا بنحذر الموضوع ده كل ده للعبرة وللناس تفهم المصير اللي هيحصل لك ايه. ولكن لا، مفيش حد بيتعظ، كله مفكر نفسه 100 راجل في بعض. لما اتنين طلاب علم يتخانقوا قدام حرم جامعي، مفروض ان هو ده رايحين يتعلموا مش رايحين يتخانقوا. او اللوم ممكن يجي على اكتر على طالب كلية حقوق اللي هو بيعاكس واحدة ايا كان اللي ماشي معاها. انت مالكش ان انت تعاكس حد، ممكن بنت خالته وهي طلعت اخته انت تعاكسها بناء ليه؟ يعني انت ايه اللي يخليك كده؟ ده يعتبر انت كده داخل في بند التحرش. دلوقتي احنا بنتحرش ويقول لك اصل بص اللبس، انت مالك باللبس؟ خليك في نفسك وغض بصرك، غير وشك الناحيه التانيه. هتستفيد ايه؟ اديني حاجه وجه افاده واحده بس لما بتعاكس اي شخص هو معدي ايا كان لبسه ايه، ايه اللي انت استفدته؟ ولا حاجه. لا اما هتتهزق، لا اما هتتحبس، لا اما هي هتكتفي ان هي ايه ما تعلقش. لكن في الثلاث حالات انت مش مستفيد اي حاجه. ممكن تصورك تفضحك على النت تتحبس. فانا مش عارف المرحله اللي احنا وصلنا ليها دي ايه السبب فيها، مع ان كان نفسي الامن بتاع الجامعه بتاع كليه حقوق ان هو ما كانش يكتفي بالفرجه، كان ان هو يتدخل او يفصل ما بينهم. وفي وسط كل ده واحد كان ماسك الموبايل وعمال يصور الواقعه. ده حاجه جميله جدا، يعني بقى ايه خناقه ما بين اتنين صور. مفيش يا عم، سيب ده كده ارميه وتدخل، سلك ما بينهم، افصل. مفيش ولا واحد بيسلك، الغرقان في دمه ومفيش حد بيسلك، كله بيتفرج وكله بيصور. سوشيال ميديا بقى، سوشيال ميديا هنعمل ايه؟ احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا. الايام اللي جايه ان شاء الله انا بقى اطلع من جو القضايا خالص، اجيب لكم بقى ايه الجمال اللي احنا بنشوفه على التيك توك، اوريكم الأزمة التربية اللي بقينا فيها. اتقبض على حنين حسام، واتقبض على مواد الأدهم اللي هم اللي خلوا المجال يفتح بالطريقة المنيلة دي. مفيش حد بيتعظ، وما زالت الناس ايه بتثير الجدل ان هي تطلع بملابس خليعة، ما بين ضرب، ما بين عنف، ما بين مشاهد جنسية بنشوفها. المجتمع دلوقتي بقى غريب، يمكن اوروبا بقى فيه محترم اكتر مننا في الـ في الـ في, الـ في التعامل. يعني ممكن البنت تمشي عادي براحتها ومفيش متحرش يحصل معاها اي حاجه. لكن الوقت اللي احنا وصلنا ليه ده اصعب وقت انا شايفه بامانه. في ازمه كبيره بنقابلها، لازم نغير من نفسنا. لو احنا بننزل القضيه دي يا جماعه بننزلها للموعظه، ان انت تتعظ وتفهم المصير هيكون ايه. اتعلموا من اليوتيوبرز العرب زي ابو فيلا مثلا، خلى عنده 20 مليون وداخل في 21 مليون، وكل سنه بيعمل وقف خيري. امبارح مجمع مليون دولار. خلى حد كل الخير، ابعدوا عن المعاكسات والتحرشات والضرب. احنا بقينا دمويين قوي، دمويين قوي. انت كل ما تكلم حد يا اما يشتمك، لما عايز يعتدي عليك يضربك. قانون غايب عايشين فيه. ما لم يكن هناك عقاب رادع لكل من تصول له نفسه هيتساءل ادب كل يوم. اتمنى الناس تغير من نفسها، والناس تفهم ان احنا في الاخر متر في متر هنعيشه فيه،
مفيش حاجة هتبقى معانا غير عملنا بس. تقول لا وأتمنى وشكرا مرة تانية للبنت اللي دفعت باستماتة عن الشاب اللي كان واقع في الأرض. كان نفسي الأحداث ما تكونش بالطريقة دي، كان نفسي يقولوا إن الناس راحة تتعلم مش راحة تتعارك أو تعاكس، ولكن كل يوم بيتم تصدير صورة سلبية عننا، تحرش، التسول على التيك توك، الناس اللي بتطلع تقول النبي ويقعدوا يتسولوا عشان خاطر يجمعوا الفلوس، اليوميات، مش بتكلم على اليوميات الكويسة، بتكلم على اليوميات اللي هي فيها إثارة جدل شوية. هعرض لكم كل الكلام ده الأيام اللي جاية إن شاء الله، بس مش هقول أكتر من كده والله العظيم. تلاتة لنا الله في اللي إحنا بنشوفه كل يوم ده، كل واحد عايز يركب الترند بطريقته. بس في الأول وفي الآخر اعرف حاجة واحدة بس قبل ما أقفل أقولها لك، ربنا رقيبك، اتقي الله في اللي أنت بتعمله أو بتقدمه، والسلام عليكم.